خوتي خواتاتي السلام عليكم الزول في العون المضام ينسى بونجور شو الله تكونوا كاع بخير. نقولي مازال ما اشتركوش في قناة تاعي اشتركوا في قناة تاعي ودقوا على زر الجرس هكذا يجيهم منبهك تكون فيديو جديدة جو دي اسو كي سون با كون ابوني كي سابونا ما شان اذا اكتيف لا كلوش كون سايزو نوتيفيكاسيون سي دي نوفا فيديو نقولكم ديرونا جام لايكيو ديرونا كومونتير بارطاجيو لا فيديو باش تعاون فائدة على الجميع. نقولكم دعموا هذه القناة بالاشتراك فيها مستمر في بالبت ونشكركم كثيرا ونشكر الذين شاهدين الفيديو تاعي ونشكرهم كثيرا. في هذه الفيديو حدثكم على برنامج المقابلات لنهار اليوم وهذا في مختلف البطولات الأوروبية. Dans cette vidéo, je vais vous parler des programmes des matchs dans différents championnats européens. Je vous donne le programme des matchs d'aujourd'hui. في البطولة الفرنسية لكرة القدم الرابطة الأولى فريق مونبيليي تقابل ضد فريق موناكو على الساعة 9 ليلا. أما في البطولة الإيطالية سيري أ هناك مقابلة بين فريق لازيو روما وفريق روم على الساعة 9 إلى ربع. وفي البطولة الألمانية لابوندسليغا هناك مقابلة بين اتحاد برلين وفريق ليفركوزن على الساعة 8 ونصف. أما في البطولة البرتغالية لاليغا ساغراس هناك مقابلتين فريق سبورتينغ يتقابل ضد فريق ريو أف على الساعة 7 ونصف وفريق اف سي بورتو يتقابل ضد فريق بنفيكا على الساعة 10 ليلا. نقولكم هذه لا فيديو خلاصات نعطيكم موعد الفيديو القادم جودي كسد فيديو لتيرميني جودي دون رونديفو البروشين فيديو. نقولكم السلام عليكم وقع على خير.